اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في برنامج استديو السينما، والبدايه دائما مع سينما دي زاد. نشرت وزاره الثقافه عملا بتوجيهات الرئيس عبد المجيد تبون وتنفيذا لبرنامج الحكومه باعاده ترسانه من النصوص التشريعيه تمت المصادقه عليها لجعل قطاع الثقافه والفنون مدرا للثروه وخلقا لمناصب الشغل في مجالات عديده من بينها السينما. ويحدد المرسوم التنفيذي كيفيه اعاده ادراج قاعات العرض السينمائي التابعه للبلديات ضمن الاملاك الخاصه للدوله واسناد تسييرها لوزاره الثقافه، كما يحدد المساهمه الماليه للدوله لفائده البلديات المعنيه بالتحويل، وهذا سيسمح باسترجاع قاعات العرض السينمائي التي ستعد تعزز شبكة توزيع الأفلام السينمائية عبر كامل التراب الوطني، والتي ستتكفل بها وزارة الثقافة بالاستغلال المباشر من طرف المؤسسات تحت الوصاية أو منحها عن طريق الامتياز لمتعاملين اقتصاديين عموميين أو خواص، والتي بدورها ستساهم في خلق مناصب شغل إضافية وخلق الثروة. قدم بحر الأسبوع الماضي بقاعة ابن زيدون في الجزائر العاصمة العرض الأول للفيلم الروائي الطويل إسبسي دعكاز، وهو نسخة مدبلجة للفيلم الأفيون والعصا للمخرج أحمد راشدي، وهذا بمناسبة الذكرى 104 لميلاد الكاتب مولود معمري. وقام بدبلجة الفيلم للغة الأمازيغية سنة 2021 سمير إيت بالقاسم في إطار احترام المعايير الدولية في هذا المجال بهدف مد جسور بين اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية. ويروي الفيلم في 135 دقيقة قصة كفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله عبر رصد يوميات قرية في منطقة القبائل التي التحق أغلب سكانها بالحرية الوطنية. من الجزائر ننتقل إلى أخبار السينما العالمية. لطالما كانت سلسلة ماتريكس محل خلاف جماهيري، وبينما حقق الجزء الأول نجاحا ساحقا لم ينال الجزئين الثانيين الإجماع نفسه، في حين دار جدل واسع حول الجزء الثالث حتى طرح الجزء الرابع منذ أيام قليلة. ومع طرح ماتريكس 4 تفاوتت ردود فعل النقاد حول أحداث أجزاء سلسلة الخيال العلمي، ورصد موقع سينما بليند الأمريكي تعليقات الجمهور على الفيلم الذي نال إعجاب البعض والبعض الآخر فضل الأجزاء القديمة، حيث قال أحد مستخدمي موقع تويتر: في زمن كل سلاسل الأفلام فيه متوقعة وعديمة الخيال، تمكنت المخرجة لانا من فعل النقيض وتقديم شخصيات غير متوقعة وفريدة. وعلق معجب آخر: مشهد ترينتي في ماتريكس البعث تحفة فنية تحبس الأنفاس، لقد شاهدت الفيلم 6 مرات حتى الآن وكل مرة يخطف أنفاسي. وقال آخر: لقد شاهدت فيلم ماتريكس وأعجبني في مجمله، القصة والأفكار كانتا مثيرتين للاهتمام، أتفهم لماذا لم يعجب البعض النصف الأول من الفيلم تحديدا، ولكنني أمنحه 7/10. يواجه فيلم وفاة على ضفاف النيل أزمات عديدة فور طرح الإعلان الدعائي له مؤخرا استعدادا لعرضه يوم 11 فبراير 2022، ففي مصر اجتاحت موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصدر الممثلة الصهيونية جال جادوت البطولة النسائية، خاصة وأن أحداث الفيلم تدور في مصر على ضفاف نهر النيل. وفي الخارج لاحقت أحد أبطال الفيلم الممثل أرمي هامر فضيحة أخلاقية، حيث اتهمته سيدة بالاعتداء عليها عام 2021. أما وفاة على ضفاف النيل فكان موقفه مختلف، حيث أن أرمي صور عدة مشاهد لكونه من أبطال الفيلم، ولجأ صنع الفيلم إلى تقليل المشاهد الذي يظهر فيها بالإعلان الرسمي له والتركيز أكثر على الأبطال الآخرين، ومن أجل تجنب ردود الأفعال الغاضبة من الجمهور قبل طرح الفيلم. وفاة على ضفاف النيل يعد استكمالا لأحداث جريمة قتل في قطار الشرق السريع، حيث يعود المحقق هيركول باور للتحديث في جريمة قتل وقعت على متن سفينة التي قضى فيها زوجين حديثين إجازة على ضفاف نهر النيل في مصر. مشاهدين برنامج استديو السينما، ضيفنا لحلقة اليوم عبر سكايب الكاتب والناقد السينمائي جمال محمدي. أهلا وسهلا بك جمال. أهلا، صباح الخير. صباح النور، وشكرا لك على قبولك للاستضافة في برنامجنا. العفو، يا مرحبا.
محمد، بداية سؤال، لديك كتاب بعنوان طاهر حناش عصفور شمال أفريقيا، هل نال حناش حقه في الجزائر من خلال التكريمات أم لا؟ والله الحديث عن طاهر حناش ربما خلينا نقول يعني بكل صراحة أن الرجل لم يأخذ حقه، مع أنه يعني يعد من أول سينمائي وأول يعني جزائري يمارس مهنة السينما ويحمل الكاميرا، وبالتالي هو كان طاهر حناش يعد رائد السينما الجزائرية بلا منازع، وهو بذلك أول يعني عربي وأفريقي يتحصل يعني يمارس السينما ويلتحق باستديوهات فرنسا باستديوهات بيلانكورت، ويصبح يعني مع تدرج طبعا في المهام السينمائية وعلى بلاطوات التصوير، حتى يعني بداية كممثل ثم كمساعد تصوير فمدير تصوير فإلى أن أصبح مخرج. فهذه يعني الظروف هذه اللي خلق فيها نشأ فيها حناش تعتبر يعني رهان حقيقي، ويعني نستطيع القول بأن طاهر حناش هو أول سينمائي جزائري يمارس أو من صنع صورة السينما في الجزائر، وإن كان في تحت نير الاستعمار، يعني نحن نعود بالسينما إلى سنوات الثلاثينات والأربعينات وحتى الخمسينيات. كان لديك كتاب حول طاهر حناش قبل بضع سنوات، وفي إخراج فيلم وثائقي، يعني إلى أين وصل هذا المشروع؟ على أي حال بالنسبة لوثائق طاهر حناش اللي كنا أعطينا انطلاقة التصوير بتاعه، يعني هو توقف لسبب ظروف إنتاجية بحتة ولسبب ظروف خاصة، وكذلك لم نجد الدعم في الوقت المناسب في ذلك الوقت يعني منذ 5 أو 6 سنوات، وبالتالي المشروع لا زال يعني قيد الإنجاز، وربما سننطلق في إعادة تصوير وتكملة الفيلم في يعني في غضون الأشهر المقبلة إن تحسنت طبعا ظروف الجائحة، ويعني أصبح التصوير يعني متاح في كل الفضاءات. انطلقت من خلفية وهو أن السينما الجزائرية نؤرخ لها يعني مع بداية السينما الثورية اللي انطلقت في الجبال يعني سنوات سنة 1956 و57، فيعني طاهر حناش في 52 أنتج فيلم غطاسين الصحراء اللي يعتبر يعني تحفة سينمائية، وهو يعني الفيلم الوحيد له بمعنى الفيلم المتكامل، هو فيلم خيالي من حوالي 22 دقيقة، يعني فيلم جزائري متكامل من القصة إلى السيناريو إلى الموسيقى إلى التمثيل كذلك، فيعتبر بهذه المواصفات يعني نقدر نعتبره هو أول فيلم جزائري يعني يصور في الجزائر يعني 100%. فلذلك قلنا أن طاهر حناش يعتبر رائد السينما الجزائرية بلا منازع، إن لم يكن طبعا وهو فعلا هو أول عربي وهو أول مخرج عربي، يعني بالصدفة أنه انطلاقاته كانت مع المخرج محمد كريم المخرج المصري، ويعني ويتشابهوا في كثير من المسارات نتاعهم، وبالتالي يمكن القول كذلك هنا بأن السينما الجزائرية يعني عريقة عراقة السينما المصرية، إن لم تكن قد انطلقت في نفس السنة منذ 1956 بالنسبة نتكلم على الأفلام الخيالية المتكاملة. أستاذ جمال، بالحديث عن باقي أعمالك، كان لك عدة مؤلفات، ومن بينها بوسعادة مهد السينما الجزائرية، ورأينا العديد من الكتاب تحدثوا عن بوسعادة، لكن لم نرى أثر لذلك الحديث، لم نرى فيها استديوهات أو حتى تصوير فيها. بوسعادة للأسف يعني مع أنها يعني كانت يعني سنوات يعني بوسعادة استقبلت الكاميرا
يعني في منذ 1923 تقريبا، ويصور بها يعني روني مورو اول افلامه القصيره، وتولات الانتاجات السينمائيه وخطوه التصوير في فضاءات مستعده اللي تعتبر في مع بدايه في الخمسينيات كانت تعتبر يعني ملحقه لهوليود، وكان صور بها يعني المخرج ومنشئ ويعني اللي صنع الصوره في هوليود، يعني ونقصد به المخرج سيسيل بيدوميل اللي صور بفضاءات بوسعاده الفيلم الشهير سامسون ودليلا، يعني شمشون ودليلا، واللي يعني بفضاءات بوسعاده استقبلت يعني نجوم السينما العالميه يعني في انطلاقاتها الاولى، وكان يعني جاوها نجوم كبار يعني مثلا كيرك موريس، هيدي لامير، انجيلا لاسبوري، فيكتوريو غاسمان. فيعني بوسعاده كانت يعني فضاءات مميزه للتصوير السينمائي في فترات معينه، وكان فيه مشاريع باش تكون يعني بوسعاده كاستوديو وتصوير عالمي، لكن المشروع لم يكتب له النجاح سواء في العهد الاستعماري او حتى بعد الاستقلال، وين كذلك صبحت بوسعاده تستقطب يعني بلاطوها التصوير كبيره، ويعني صورت بفضاءاتها افلام جزائريه يعني مرجعيه بالنسبه للسينما الجزائريه على غرار ريح الجنوب وسعف ريح الجنوب، كذلك صور بها الاخضر حنينه المخرج العالمي الاخضر حنينه الصورة الأخيرة، صورت بها كذلك صور بها عبد العمر بختي الفيلم الشهير الكلونديستا أو الطاكسي المخفي. وصبحت كذلك هنا في بوسعادة تستقطب الكثير من البلاطوات التصوير، وين لأنها تمتاز بخاصية ربما لا توجد في أماكن أخرى، وهي خاصية الضوء يعني والاعتدال الطقس، بحيث المنتج أو المصورين يعني يصورون أفلامهم بدون أي إشكالية تذكر، سواء على مستوى التأخير أو على مستوى المناخ اللي يعتبر يعني مناخ سينمائي بامتياز في هذه الفضاءات. فنعود إلى كتابنا أو مؤلفنا فيما يخص هذه المدينة أو تصوير السينما في هذه المدينة، بوسعادة مهد السينما، وهي فعلا كذلك لأنها تصورت بها العديد من الأفلام. في هذا الكتاب هذا نحصي فيه كل الأفلام اللي تصورت في هذه المنطقة، سواء الأفلام ما يسمى بسينما شمال إفريقيا يعني أثناء الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، أو تلك التي صورت بعد الاستقلال، واللي هي يعني أفلام كثيرة كما قلت تتجاوز يعني حوالي 32 فيلم جزائري، بالمجمل حوالي أكثر من 102 فيلم صورت بهذه المدينة. وكان فيه كذلك يعني مشروع باش تكون بوسعادة بعد الاستقلال يعني كفضاء وكاستوديو تصوير، لكن للأسف لم يكتب لهذا المشروع النجاح، وبالتالي بقى المشروع يراوح مكانه. بوسعادة بشكل خاص، ولكن عندما نتحدث عن الجزائر بشكل عام، الجزائر كدولة كبيرة يوجد فيها العديد من الولايات، يوجد فيها تنوع ثقافي، تنوع تقاليد، تنوع مناخ، لكن نرى العديد من المخرجين يفضلون الذهاب للتمثيل في الخارج. بالنسبة لك ما هو السبب؟ هل هو ضعف في الإمكانيات أم مجرد فكرة الخارج؟ بالنسبة لتصوير الأفلام في الجزائر، هي في الحقيقة من ناحية الموضوعية في إشكالية إدارية إن صح التعبير، وإشكالية تقنية، لأننا في الجزائر لا توجد هناك فضاءات أو مدن أو أماكن تصوير محددة، بمعنى لا توجد يعني هياكل أو استوديوهات يعني تسهل للمخرجين والمنتجين باش يصوروا الأفلام تاعهم بكل أريحية وبالظروف يعني بالظروف التصوير المتعارف عليها، وهو أن يكون عندك على الأقل يكون عندك حي أو مدينة سينمائية
يعني يضاف لها بعض طبعا ديكورات الفيلم اللي راح يتصور، وبالتالي ممكن هنا يكون التصوير يعني مريح ويعني ومجدي للمخرجين. ففي غياب الهياكل، في غياب المدن السينمائيه وفي الاحياء السينمائيه، يعني باستثناء ربما عندنا استوديو وحيد وهو استوديو العاشور اللي يعني مازال ما اكتملش هذا المشروع، وبالتالي المخرجين يعني والمنتجين في هذه الحاله راح يكونوا مضطرين لتصوير افلامهم في الخارج، سواء بتونس او في المغرب او في فرنسا او في مرسيليا او في غيرها من المدن، لانها قد تحتوي على الهياكل الاساسيه، وهي انك تجد يعني ديكورات موجوده فتضاف لها فقط بعض الديكورات الجديده يعني اللمسات الاخيره، ويتم التصوير بأريحية تريح المنتج وتريح المخرج، لأن المخرج يطلب بعض المواصفات في اللقطات اللي للأسف نفتقدوها في الجزائر. قلت لأننا ما عندناش حتى الآن يعني الريبرتوار، يعني الريبرتوار يعني يجمع ويحصي فضاءات التصوير أو أماكن التصوير المساعدة اللي تخلي المخرج والمنتج يعمل بأريحية. ولذلك قلت ان نجد من يفضلون الذهاب الى استوديوهات اجنبيه، لانهم يتلقوا هذا بغض النظر عن التسهيلات والرخص التصوير والاثمان حتى الاسعار فيما يخص التصوير يعني. فهذه ربما هي كلها تخلي المخرج يختار الوجهة الأجنبية لتصوير أفلامه، بدليل عندنا مثلا المغرب اللي تستقبل يعني دي ميجا برودكسيون، يعني أفلام عالمية كثيرة نظرا لتوفرها على هذه الخاصية. جمال، حضرتك كناقد، هل ترى أن النقد في الجزائر مرافق لما يتم إنتاجه من أفلام أم أنه بعيد عنه؟ هذا السؤال يقودنا إلى يعني هل في الجزائر توجد سينما أو بمعنى صناعة سينماتوغرافية وإنتاجات كثيرة؟ للأسف نحن لا ننتج في السنة أكثر من فيلمين أو ثلاثة، وهذا لا يعد يعني مقياسا فيما يخص الصناعة السينماتوغرافية وإنتاج الأفلام اللي تخلي كل المعنيين بقطاع السينما يشتغلون، سواء النقاد او التقنيين او غير ذلك. فمن جانب النقاد يعني الناقد يحلل افلام ويناقش افلام على ضوء جمله من المعطيات، يفكك الخطابات الفيلميه وينوب عن صح التعبير، ينوب عن المشاهد في بعض الجزئيات الخاصه بصناعه الفيلم من ناحيه فنيه ومن ناحيه تقنيه. وفي هذه الحاله يمكن أن يكتب شيء أو مواضيع عن الفيلم الذي يشاهده بصرف النظر عن كونه يعني فيلم يعني جميل أو غير ذلك. لكن في غياب الأفلام وفي غياب القاعات وفي غياب المشاهدة المستمرة ومتابعة الأفلام يعني لما تنتج وتصبح يعني متاحة للجمهور، يشاهدها الناقد بعين الناقد وليس بعين المتفرج، وبالتالي في بعض الأحيان نكتفي ك يعني كمتابعين أو كمحللين أو كصحفيين ننقل انطباعات عامة لا تختلف كثيرا عن ما يشاهده المشاهد، وبالتالي بالمعنى هذا نستطيع ان نقول ان النقد السينمائي غير متوفر، ليس في الجزائر فقط ولكن حتى في الدول العربيه لا نشاهد كثير من النقد السينمائي الذي يعتمد على مواصفات ويعني اشتغالات معينه على الفيلم لإبراز مختلف يعني أوجه الجمالية أو الموضوعية في هذه الأفلام. جمال، تفضل أن ترى نفسك كناقد أم ككاتب باعتبار أن لك بعض الكتابات
أم ممثل بكون شاركت في بعض الأدوار؟ والله في الحقيقة المشكلة في الجزائر وفي وطننا العربي أننا لا توجد يعني صناعة سينمائية يمكن الاعتماد عليها لتحديد يعني انطلاقاتنا وميولاتنا الفعلية، وبالتالي راح تكون مساهمتنا فيما توفر من الاشتغال، سواء على مستوى التمثيل او على مستوى كتابة النصوص او على مستوى الإخراج. فيعني انا شخصيا كانت لي تجارب كثيره فيما يخص السينما، لكن في غير يعني تصوري انت مثلا شاركت في 5 افلام سينمائيه ولا فيلم منها عرض على قاعات العرض. فهذا يخلي الواحد يشتغل على مناحي اخرى، وهي مثلا الكتابه. اتجهت الى الكتابه، كتبت بعض السيناريوهات اللي يعني كان في سيناريوهات وجدت طريقها للإخراج، لكن جل النصوص يعني ما زالت عبارة عن مشاريع. ففي هذه الحالة هذه يجعل الواحد يعني كمهتم بالسينما ويعني باحث في هذا المجال هذا، التجأت مؤخرا منذ سنوات إلى الكتابة والتأريخ للسينما الجزائرية وحتى السينما العالمية. ويعني أصدرت حتى الآن يعني 3 أو 4 مؤلفات فيما يخص هذا الموضوع هذا. إذن أجد نفسي كثيرا في الكتابة التاريخية للسينما، و يعني نتمنى إن شاء الله نعود للبلاطوهات، لأنه السينما يعني هي بلاطو التصوير، والحياة الطبيعية الحياة الجميلة هي في التصوير ومتعة التصوير. أستاذ جمال، كآخر سؤال راح نوجهه لك في حلقة اليوم، في منشور كتبته على فيسبوك: من سيوقظ السينما في الجزائر؟ السؤال نوجهه لك وتجاوبنا أنت. شكرا. والله صحيح، انا كتبت المنشور اعتقد منذ يومين على ضوء يعني مشاركاتي فيما يخص مخلفات كوفيد 19 على الصناعه السينماتوغرافيه العالميه، ووين يعني صناع السينما والمنتجين يتساءلوا ماذا سيكون مستقبل السينما مع بدايه العام 2022. فإذا كان هم يتساءلوا على مسألة أنه كيف سيكون حال السينما، أنا يعني مجازا قلت: من سيوقظ السينما الجزائرية؟ لأن للأسف سينمانا تعيش منذ فترة حالة ركود وحالة يعني جمود، فيه يعني شح وانعدام للإنتاج السينمائي، أقول الإنتاج السينمائي وليس مجموعة أفلام، لأننا يجب التفرقة هنا بين الصناعة السينمائية التي تعتمد على وفرة الإنتاج أو كثرة الإنتاج والجمهور والقاعات السينمائية، وللأسف هذا غير موجود بالمعنى الكامل للصناعة السينمائية. وبالتالي راح يكون يعني ان شاء الله يعني تكون رسالة يعني يجب ان إعادة صياغة مشاريع اخرى تنهض بهذا القطاع مجددا، لان صناعة السينما تعتمد على مناخ، والمناخ بطبيعة الحال هو اولا النصوص القانونية التي تنظم الانتاج السينمائي والتسهيلات، وكذلك الاستوديوهات وكذلك قاعات السينما إلى غير ذلك من المتطلبات الصناعة السينماتوغرافية. وإن شاء الله يعني دائما نكون يعني متفائلين على كل حال، رغم يعني أننا ما زالت نشوف الصورة بضبابية، لأنها ما فيش يعني بوادر يعني صريحة وجادة في إعادة تنظيم هذا القطاع. للأسف الشديد يعني نحن في الجزائر
نمتلك تقريبا خمس هياكل او خمس مؤسسات تعنى بالصناعه السينماتوغرافيه، ويعني ولا يعني هيكل منهم يقوم بالانتاج السينمائي، وان كان مركز السينما الوحيد الذي ينتج الافلام ويدعمها، يعني كذلك هو يعاني من لا نقول خلل في الهيكلة، ولكن ليس لديه الرؤية وليس كذلك لديه الميكانيزمات والنصوص التي تنظم تصوير عملية تصوير الأفلام، لأن الصناعة السينما لا تكتفي بصناعة الفيلم وهكذا، بل يجب أن يكون هناك يعني قاعات سينما مفتوحة على الجمهور طوال العام وفي مدن عديدة، كذلك مشكلة التسويق ومشكلة التوزيع، يعني المنظومة كلها نفتقد إلى منظومة متكاملة فيما يخص الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر، وبالتالي راح يكون هذا ربما نداءنا إلى المعنيين بالأمر لكي نقوم بوضع السكة على مسارها الصحيح إذا فعلا إذا حبينا نمشي إلى صناعة سينماتوغرافية بمقاييس عالمية. الله نرى الجزائر دائما في أعلى المراتب سينمائيا وفي كل الأمور إن شاء الله. شكرا لك أستاذ جمال محمدي على هذا اللقاء. شكرا لكم على هذه الاستضافة وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج استديو سينما، نلقاكم في حلقة قادمة، سلام.